يقول السائل: رجل جامع امرأته في نهار رمضان عمدا فماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل، لأنه اخترق الصيام وانتهك حرمة الشهر وفعل ذنبا عظيما، فعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا.